بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على كرييت اسمبلي. هي كرييت اسمبلي قريبه قوي من كرييت جروب، بس في بعض الفروق بينهم. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انا عملت مجموعه عناصر اسمبلي، يعني جيت مثلا على العناصر ديت وعملت لها سيلكت وبعد كده قلت له كرييت اسمبلي كده، دول بقوا مجموعه واحده بتتحرك مره واحده. اول اختلاف بلاقيه ان هو بيقول لي نيم كاتيجوري، يعني كل دول هيبقوا تحت كاتيجوري واحده منهم. يعني هنا في ميكانيكال اكيومنت وفي بايب وفي بايب فيتنج وبايب اكسسوري، هو بيقول لي اختار هيبقى موجود تحت انهي واحده فيهم. فبقول له ماشي خليها ميكانيكال اكيومنت. طب هتدي له اي اسم؟ فبقول له ماشي خد الاسم دوت. بيديني بعد كده ان انا اعمل منه كذا نسخه. مع ملاحظه ان انا لو دخلت عدلت وقلت له اديت اسمبلي بقت موجودة اهيت. لو انا مثلا جيت وعدلت اي حاجة وقلت له بعد كده فينيش، بيعمل لي واحدة تانية. يبقى عندي ميكانيكال اكوبمنت واحد وميكانيكال اكوبمنت اتنين وميكانيكال اكوبمنت تلاتة، عكس الجروب بيتعدل فيهم كلهم مرة واحدة. يعني انا لو عدلت نفس الموضوع ده في الجروب بيبقى هو نفس الجروب والتعديل بيكرر عندهم كلهم. طيب من الحاجات برضو الجميلة في الاسمبلي ان انا ممكن اجي هنا واقول له كرييت فيوز، فبيقول له ايه الفيوز اللي انت عايز تعملها والسكيل بتاعها هيبقى قد ايه، فبقول له خليهم كلهم، بقول له اوكي، فبيكون لي كل الفيوهات اللي انا محتاجها للشكل دوت من جميع الزوايا بتاعتي والاسكادولات اللي انا ممكن احتاجها. بس دي باختصار فكرة الاسمبلي. يمكن الجروب في ميزة ان انا ممكن اعمل سيلكت في اي وقت على الجروب واقول له حوله لي للينك، فيبقى ملف خارجي ومسحوب عندي بحيث اي تعديل اللي يحصل في الملف الخارجي يحصل عندي.